روشتة مجانية لعيشة هنية. روشتة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين. كل يوم معلومة جديدة وإضافة جديدة لحياتنا في شكل روشتة مجانية. روشتة بنقدمها لحضراتكم عشان نحمي نفسنا من أمراض كتير، وعشان نقلل المضاعفات والمخاطر لو عندنا أي أمراض أو مشاكل صحية. ومكملين معاكم في حلقتنا، وحلقة مهمة برضو تانية. احنا كل الحلقات بنقول عليها مهمة بتطلع فعلا مهمة، لان اللي معانا شخصية متميزة واستاذ متمكن من علمه، دكتور خالد سيف، استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد. صباح الفل يا دكتور خالد. صباح الفل دكتور وائل. ارتجاع المريء ده بتشوفه بنسبة كام بقى؟ اوه، مفيش حد في مصر ما عندوش اعراض الارتجاع المريء. تمام. طيب خلينا نقول بس ايه، في شوية كده كلمات سريعة عايزين نقولها. تمام. يعني ايه حموضة؟ في ساعات ناس متعرفش تشتكي يعني حموضة. وجود الحمض في مكان غير طبيعي، ان هو يبقى في المريء، المفروض الحمض ده يبقى في المعده، لو رجع على المريء يبقى ده بيسبب الم وحرقان كده في المريء، ده اسمه الحموضه. تمام. طيب هل كل واحد عنده ارتجاع مريء ممكن يجيله حموضه؟ لا، في بعض الناس ممكن يجيلهم التهاب في الاحبال الصوتيه وصوته يتغير، دي خبر، او يجيله ازمه مشابهه لازمه القلب ويجري على دكتور القلب يطلع فيهوش حاجه ويبقى من الالم يعني ارتجاع مريء. اعتقد كمان الجيوب الانفيه مثلا من ضمن ما هو لا، هي غالبا بتاثر على الاحبال الصوتيه ما توصلش لدرجه فوق كده. يبقى دول دي قصه ايه، يبقى الارتجاع. احنا في ناس ما يعرفش يقول يعني ايه حموضه، ما بيحسش بالحرقان اللي بيقول عليه او الحمو زي ما بيقولوا. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه، كلنا بلا استثناء عندنا اكلات معينه لو كلناها بيجي لنا حموضه. طبعا ده مش معناه عنده ارتجاع. انا مبطل الاكل يعني، ما اكل كشري بالشطه والدقه ويجي لي حموضه. العيب في الكشري. انما لما في انا مش في الكشري. يبقى انا لما اتجنب الاكله دي مش هيجي لي حموضه، يبقى انا كده مش مريض. صح صح. انما مش هروح اخد دواء عشان اكل كشري. تمام. يعني بتحصل. صح. انما هو المريض الاكل برضه الدهون اللي مليانه وكل حاجات، مقليات في الزيت، طعميه دي اشهر حاجه طبعا، والبتنجان عندنا. والبتنجان والكشري والكبده. الكبده بالذات عشان الزيت الاسكندراني وبتاع الزيت. يا رب الاسكندراني دي. ايوه. شغلانه بالظبط كده. وبرده الحاجات اللي هي السمينه زي حلاوه بالقشطه والحاجات دي، ما هي تعمل حموضه، بالذات لو ده عشا بالليل بقى. يعني انت لما بتنام واكل عشا تقيل لازم هيجي لك ارتجاع. مش عارف بيسموها ايه، الحلاوه بالقشطه، مش عارف في حاجه كده يعني. هو بقى ايه، بتخش تليس على اي حاجه انت واكلها بقى فتضيع الليل. تمام. فطبعا عاداتنا في الاكل السيئه ان احنا ننام بعد الاكل على طول، واكلين اكل غامق او طبيخ بالليل، ده بيؤدي الى ان انت يبقى عندك ارتجاع. هل ده يبقى عيان؟ اكيد لا. يبقى مين العيان؟ العيان اللي هو ماشي على اكل صحي وبرضه بيجيله حموضه، يبقى هو ده اللي محتاج علاج. انما الحقيقه احنا هنا في مصر المريض المصري بيبقى عايز ياكل هو عايزه، وما صدق لقى دواء ياخده وياكله اللي هو عايزه. وطبعا بعد الايرا بتاعه البي بي اي، او اللي هي الادويه اللي ظهرت مؤخرا اللي هي بتقلل افراز الحمض بصوره كبيره، اصبحت دي متنفس للناس دي، ان هو يفضل ماشي عليها فترات طويله وياخدها براحته وياكل اللي هو عايزه. طبعا يعني انا لما اكون اكل اكل صحي ومش محتاج دواء احسن بكتير من ان اكل اكل ملخبط ومحتاج الدواء. وفي برضو قوانين على الادويه البي بي اي زي ما حضرتك بتقول كده، في على ليه علاقه بالهشاشه، مش عارف في كلام. طبعا السن الكبير ليه علاقه بالهشاشه، بس في ناس بيبقوا مضطرين ياخدوها، يعني اللي بياخد ادويه عظم او ادويه روماتيزم او عنده الام روماتيزميه بيبقى مضطر ان ياخدها عشان الادويه اللي هو بياخدها. تمام. بس اقصد يعني مش سيف بصفه عامه، لو قدرت تظبط نفسك سيف بصفه عامه. وكل ما الواحد يقلل استخدامه للادويه طبعا يكون افضل. طبعا. فالمثل اللي قال افطر كالملوك واتغدى كالامراء وتعشى كالفقراء، ده مثل سليم، لان هو ده بيمنع ارتجاع المريء. الحاجه الثانيه، النوم على الظهر. انا ممكن احط مخده تحت المرتبه او تحت حتتين خشب تحت رجلين السرير من ناحيه الراس، فده يخلي مستوى المريء يبقى اعلى من المعده فما يحصلش ارتجاع. مش نايم بالظبط، يبقى انا مش بحط مخدات تحت راسي، لا انا برفع صدري فيبقى المستوى اعلى، ما نامش غير بعد الاكل بساعتين على الاقل. كل الحاجات دي تمنع. طيب هل ارتجاع المريء ده معناه لازم يكون في فتق في الحجاب الحاجز؟ مش شرط. مش شرط. ممكن يبقى في فتق في الحجاب الحاجز وممكن ما يبقاش فيه. هل زياده الوزن تزود الارتجاع؟ تزود الارتجاع. هل واحد تخين ولابس حزامه وقامت على بطنه، ده هيزود الارتجاع. واحده ست لابسه كرسي هيزود الارتجاع. الحمل يزود الارتجاع. يبقى اي حاجه ترفع الضغط، الامساك المزمن والحزق يزود الارتجاع. يبقى احنا كل ما كان وزننا حلو ومتناسق، كل ما كان اكلنا صحي، مظبطين اكلنا، 60% من عين الارتجاع مش هيجي لنا العيادات وهنفلس. حلو قوي. انت على فكره مريحني برضه، انا شكلي هفلس برضه مش هشتغل.
انا بسالش انت داخل عشان نلحق قبل الحلقه عشان بس الوقت يعني ربنا يخليك انت لاقي المعلومات مهمه وكلها عند الناس. فاحنا اذا كان الاكل الصحي بيجنبني ان انا اخد الدواء كل يوم يبقى ناكل اكل صحي ولازم ناخده تحت استشاره الطبيب. انما اذا كنت انا عايز اكل اللي انا عايزه واخد الدواء ده انت انسى بقى خلاص بقى. طيب متشكرين جدا دكتور خالد سيف استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد. شكرا. شكرا جزيلا دكتور. يا ريت نكون أضفنا لحضراتكم ولحياتكم طعم جديد، طعم متلون بالبهجة والعافية والصحة. ولو عندكم أي أسئلة أو اقتراحات أو معلومات ابعتوها على صفحة روشيتا على الفيسبوك أو تتصلوا برقم 011-0-8204. روشيتا مجانية لعيشها مية. روشيتا مع الدكتور وائل صفوت و سعدي حسين.